السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي وصديقاتي. قبل ما نبدأ ونقول لكم شكرا جزيلا لكل من سول فيا، شكرا لكم كاملين إخوان وأخوات، الله يوفق الجميع يا رب العالمين. كتعملت أنه بنتي يوم الحد هذا الخريجة لهذه الحديقة هذه، وخكر شوية الريح بزاف، ولكن قلنا ما فيها باس نبدلوا الجو ديال الدار. هذه الحديقة كانت رائعة جدا، كانت مجهزة من كل شيء. هذا راه حوض ديال الغسل كما كتشوفوه، بس تهالك. هذه الحديقة هذه كانت جميلة جدا، كنت فاش كتدخل كتمشي مع هذه الطريق هذه كتلقى نفسك بحال غادي في وسط شي غابة او شي مكان، ماشي في مدينة واتزام، بس مع قلة الاهتمام والجفاف جميع الأشجار والزرع اللي كان مشى كامل، ما بقى حتى شي حاجة، يعني بس بعض الأشجار القليلة اللي بقى محافظة. لا شيء مؤسف جدا، هذا المكان الوحيد المتنفس الوحيد اللي كاين في هذه المدينة. كنتمنى انهم يرجعوا يهتموا بها ويرجعوها كيف ما كانت من قبل. يعني فاش يلا صيبوها كانت بصراحه رائعه بزاف. غادي نخليكم مع هذه الجوله، نقول لكم شكرا شكرا لجميع الناس اللي سولوا فيا. غادي نرجع ان شاء الله، نتمنى الحضور ديالكم وشكرا لكم جزيل الشكر. نخليكم مع هذه الجوله.